بدوري بعرف أصحاب وأصدقاء بالنسبة لي هم كاد أقصد إدريس ديب ده قريبهم، الواد خالته أنا بعرفه عزيته بالتلفون لأن ده فقدي بتاع أسر، ربط عزيتهم على المستوى الشخصي. وإذا في زول تاني برضو بعرفه من الآخرين برضو في الطرف الآخر من المعارضة، مات زول برضو بعرف أهله برضو بعزيه، لكن على مستوى الميديا لا كتبت ولا قلت ولا كده. للآتي: أولا شأن كاتي، ثانيا الناس ديل ماتوا فيما بعضهم، يعني ما في حاجة بتخليني أنا مثلا أقول أو أجي أكتب ولا أتكلم، لأنه شيء كاتي ناس مواطنين كاتين اعتركوا مع بعض، مات منهم بعض من هنا وبعض من هنا، يبقى هنا نقطة سطر جديد. إذا أنا زول ثوري ومتحرري بدعم أي زول كافح ولا ناضل تجاه أي قضية أو حقوق أو عن ديمقراطية في وطن وكذا، أنا قاعد أدعمه. ولكن الشيء في الكات نتيجة لحساسيته ونتيجة لأوضاع كثيرة نعرفها ما دارين نتكلم، يعني حسي لما أنا أجي أقول يا أخي إدريس دبي القاتل الشنو غيره، أنا بعرف ناس هم ناس أصحابنا أصدقائنا هم أسر، وما داير أنا أتكلم فيه لأنه ما بيهمني كثير، يعني ده الشيء كاتي ما بيهمني زي ما قلت. وكذلك لأن أنت لما تجي تتكلم عن إدريس البطل ومات في القيادة وقدامه لازم تعرف إنه هو في أسر شهداء تانية، لما انت تتكلم عن عمر البشير انه عمر البشير وما الى اخره و معناها انت تعرف انه عمر البشير ده قتل كم زول اخرين ابرياء كده. فيبقى الحديث هنا ايا كان فيه انت لازم تحسبه تماما حتى تمشي. في ناس بيقول لك يا اخي مات موت الشرف والرئيس ماشي قدام، ما ماشي يحرر دوله كات من اي مستعمر اخر، لا انما ماشي يصادم مجموعه اخرى معه ومعارضاه، وكان هم على خطر في النهايه مواطنين كاتين، القاتل والمقتول هم كاتين، يبقى هم من الاثنين خسرانين في هذه المعركة. وإن كانت المعركة ضد مثل إدريس كان ماشي بحرر أرضه من بيطالب بديمقراطية بيطالب بحكم القانون كده، ممكن نقول على مات فارس ومقدامه كده، لكن أسأله هو مات بيدافع عن شنو؟ ودي بوريك الحلقة وبوريك باقي التفاصيل الأخرى. يبقى لما تيجي تتكلم عنها لازم تخط في الحسابات هذه المسألة، حتى ما إنه نجي نخش في مسألة بتاعت السودا كات. السودا كات اللي أنا قلتها دي اللي هي فجأة كده نحن لقينا من مواطنين سودانيين بقينا مواطنين كاتين، يعني فجأة كده لقينا مجموعة بالملايين بس شغالين عارف إدريس دب البطل المات وين وما عارف الشعر وشنو، ما غريبة ما يعني الشيء الطبيعي انه بتلقى الثورات بيحتضنوها الدول الجوار، يعني مثلا السودان كان وقت الحركات الثورية بتحارب بتمشي في كات في كده في كده، فلما نحصل بقى صدام بيكونوا انه هم ديل بيقاموا في رئيس مستبد، لكن لما تجي فجأة تلقى زول المستبد ده بين يوم وليلة بقى الجنرال المقدام الشنو الميت المعارف ده. إذا جينا من بعيدا عن انه موضوع أسرته وغيره، يعني أسرته ده أنا بعرف ناس، لكن ما ممكن ألقى لي يا أخي بالملايين ديل كلهم أسرته، يعني في زول كده عنده أسرة كده بالملايين، يعني مليون زول ده كده ولا كم آلاف دي، بس فجأة دي الأسرة الدب عشان الناس تقدر تعزيهم أو على الأقل يتحدثوا عن مقتل ولا غيره، يمكن الموضوع واضح بالنسبة للناس. وهي دي السودانكات ولا هم السودانكات اللي هم الناس سموهم ذو الشريحتين. طيب الليلة اللي حصل في كات ده تداعياته علينا ليه؟ وأنا ليه خلاني أتكلم عنه؟ ما أنا ذاتي جيت قاعد أدين الناس بيتكلموا عن كات وبيتضامنوا مع إدريس دب ولا مع المعارضة ولا غيره. اللي خلاني اتكلم عنه لان الحديث جاء موضوع كاد ده جاب ناس اخرين، يعني تم استهدافهم في دارفور وتم استهدافهم في السودان على اساس ان هم يعني جعلوهم في ان هم المعارضه. لكن قبل امشي ده يا اخواننا السودان كاد يا اخواننا انتوا بالمناسبه يعني هسه فجاه كده بس نحن نجي نقول نقول شنو يعني، يعني اذا كده معناها عمر البشير ده انتوا كان بتقاوموا عليه اساس. طيب رفاق الامس اللي كانوا في ليبيا حركات وغيره ما لسه بيجوا بعزوا وبيتباعوا، ما انتوا الناس اللي لسه معاكم ديل السوار اللي لسه فاتوا قتلوا بيقاتلوا في كياد ديل وكلا معارضه ولا سميهم مرتزق ولا اي، انتوا كنتوا معاهم في خندق واحد في ليبيا بيتقاتلوا الليله، هم انتوا جيتوا عملتوا سلام مع دولتكم مع رئيسكم مع نظامكم او قاتلتوه، هم هنديل فاتوا قاتلوا ناس، بيبقى فجاه كده الايه اتقلبت ديل بيبقوا مرتزقه وخونه وجنجويد، ما هم ديل الناس قبل اليوم معاكم. فيا يبقى اخواننا السودان كات انتوا لما تتكلموا لازم يعني دي يعني فضيحه بالنسبه لنا نحن كونا فجاه كده نقلبوا نبقوا نحن مواطنين سودانيين لكن فجاه بقينا تشاتيين. ك
كان بالوضعي انه يا اخي على الاقل تدعي للسلام في شات، تدعي لحوار، تدعي لاي شيء كان، بغض النظر قد تدعم منه. وانا المعاقد هذا مفترض تعزوني، لان الزول ده نسيبي يعني. اذا كان الموضوع بهذا الكلام انا زاد دار تعزيه، وبعدين تكتب لي في الصفحه ونجيبه وتعزوني ونتباكى كلنا، لان ما في علاقات يعني. وما لا رزيعكم انه هو عنده علاقات يعني، علاقات صله رحم بينا يعني، هذا يدريس دي. فعلى كل انا بعزي اهله والله صراحه يعني، لانه هم اهله، زول فقير بنعزي فيه اهله. لكن الكلام الثاني ده الادريس مات وين ومقدام، واول رئيس يموت مع كان مات في قائد جيش المسلمين وما جه يفتح القدس سوري. يا اخوانا ده كلام ما بعيد يا اخي، مات قدام، مات ورا، مات حتى موته ده فوق ولا سقط ولا القتل ومنه ده ذاته برضه سؤال موضوع يعني. دي كلها حاجات احنا ما عندنا بها حاجه، ما ممكن نبقى احنا طوال الكاتين في يوم وليله، فقط ندعيهم انه يا اخي يتحاور، ندعيهم لانه هم يحكموا صوت العقل ده اذا اصلا احنا دارين الكات قال هنا. لكن طوال انا اعمل سبورت سؤال لمعارضه ولا غيره بالغير اي حاجه، بس فقط لاسباب قبليه ولا غيره. الموضوع ده يعني ما ممكن الليله فجاه السودانيين كلهم بيجوا يعني اغلبهم كده بيجوا هنا بيجوا بهذا الشكل يعني، حاجه غريبه. بعدين في حاجه، في ناس ثانيين ناشطين جو يتكلموا عن القصه دي، جابين صوره بتاعت الفيديو بتاع بيت يعني، اذكر منهم احد الناشطين في كندا هو بيجاب فيديو وما عارف نجيب لكم زيد وما انتوا عارفينه، فجاب صوره فيديو بتاع بيت بمناكير وبقول ده يدرس ديبي كتر، وحدين جابوا صور حقته وحدين ما بعرف جابوا. ضيف لذلك في ناس ثانيين كاتيين طلعوا وقالوا نحن معارضين لإدريس ديبي ولا غيره، طوالي شالوهم جابوهم باعتبار انه ديل يا اخي جنجويد من دارفور ومشوا، وكلام كثير 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 جدا ما عنده اي معنى. انا مواطن كاتي عربي انجليزي فرنسي، الشيطان احمر، طالما انه انا مواطن فرنسي حق لي ابقى مع إدريس ديبي، وبحق لي ابقى ضد إدريس ديبي، ابقى مع المعارضه، هي ابقى مع المعارضه، وين المشكله؟ بس لوني ده بس خلاص انت تصنفني انه يا اخي انا ده مفترض عارض، ولا انا اللي مثل عربي في دارفور، اقصد عربي في كات، ما بيحق لي اعارض إدريس ديبي، وكان عارضته معناها كل اهله الاخرين في كل بقاع السودان، في ليبيا، في كات، في مصر، في السودان يدفعوا الثمن يعني. وطوال انه هؤلاء ديل الجنجويت ويجب طردهم وما عارف جو من وين، كلام غريب. وفات وحبشوا ناس النيجر، النيجر ما من حقه يا اخوانا، انا مواطن في النيجر عربي، ان امشي انتخابات افوز بالانتخابات ابقى رئيس، ابقى رئيس في كات، وين المشكله؟ ابقى رئيس في السودان، ابقى رئيس في افريقيا الوسطى، ابقى رئيس في الجنة الاحمر محل انا قاعد ده، طالما انا مواطن بحمل الجنسيه بتاعت الدوله اللي انا فيها، يبقى بتسلب حقي بغض النظر عن انه انا مع منه، كان في المعارضه ولا كان في مع غير المعارضه. يبقى ده كلام ما عنده اي معنى. الناس اللي بيتكلموا ده اللي عندهم معرفه بالصراع في ليبيا في كات، ولا عندهم المام، ناس كده بس زجوهم العنصريين واخرين من معلومات مغلوطه ومشو. انا اديكم الزيت بتاع 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 الشغل في كاد، بحكم انه قبائل متداخله ومعرفه يا اخواننا، الجيم في كاد ده لو شلته من معارضه وحكومه، الموضوع ده الجيم بين قبيلتين كبيرتين في 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 كاد، ما عنده علاقه بالعرب يعني. لو جيت بالنصيحه، اول حاجه بين ناس يدري دبي وهو بينتمي لقبيله انتم عارفين، وعندك المهدي ده اللي هو بينتمي لقبيله القرعان، دي الناس صح شكلهم بيشبه العرب، لكن ما اي زول زي ما قال مدردم معناه ليمون، ما كل المدردم ليمون، ما كل زول شكله كده خلاص قمحي زي اوباما ولا زي عبد الرحيم محمد حسين معناه هو عربي يعني. القرعان ديل من اكثر الناس الانتي بالنسبه لي بالعرب في كات، وبدليل انه زمن حسين هبري حقهم ده قتل قاده من ضمنهم عسيل كان في 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 كات. يبقى هم ديل سواء ديلك ولا زيلك، ما اي مدردم ليمون، وما اي زول خلاص احمر ولا لونه فاتح معناه هو عربي وجنجويدي، كما الناس بتتكلم وبتجب تقول ده العرب جم من السودان وماشيين وغيره. يا اخوانا الجيم ده فوقه اغلبيه بتاعت معارضه تابعه للقرعان، لان الصراع هناك ماشي لقبلي. القرعان ديل قبيله بتاعت حسين هبري الحاكم السابق اللي اسقطوا ادريس ديبي، وادريس ديبي اللي هو جايبين ناس ولسه بيجوا ديل اللي طلعوا لنا سودان كات ولسه بيطلعوا بيهددوا في الناس ديل، تمام؟ يبقى ديل جيم قبلي اخر. يبقى ذنب العرب بتاع كات ولا ذنب العرب اللي في السودان في دارفور، ذنبهم شنو؟ يتحملوا لهم نتيجه بتاع هم ذاته ما جوزوا. لو كان حتى القاده ديل بيجا ولا بيجاي عرب، كان على الاقل يعني نقول ابقى اردموا العرب واقولوا الجنجويت واطردوهم، حتى لو سحبتوا منهم الجنسيه ذات الكاتيه بيكون عندكم حق ذاته. لكن ناس ما عندهم اي علاقه بانه ياخو هم، ما عندهم اي علاقه بالمعارضه، المعارضه اللي بيشوفوهم ضد القبائل كثيره ثانيه اخرى مزعمين وناس عندهم تارات وعندهم تفاصيل ماشيه. يبقى ذنب العرب بتاع دارفور شنو؟ وده انا حاجي له في موضوع بتاع استهداف عرب دارفور وبدون مبرر يعني. الليله شايفين اي زول
قاعد الليله شوالي شقال يطلع لك يعني لو لقى لك شاتي لونه احمر عربي يقول لك ها الجنجبيل جو من السودان ومشوا وغير وغيره. لو جيت حسبتها ولا جيت شفت التحالفات الاسي اللي كان قايمه دي الليله في مجلس بتاع محمد كاكا ده، ها في مين بشارة ده هو عربي، وهو ممكن اذا انت بتقصد الناس اللي بتجي بتهاجم الناس هو زول من العرب لكن في مجلس انتقالي ده ذاته تابع لناس ادريس دبي، يعني ما كان ده ليه ما شبع عليه ان هم ليه ما قلتوا العرب كلهم اوه اوكي كان ماشي بيحموا الكات وبيحموا نظام ادريس دبي وغيره ليه بس، يعني ما ممكن يكون واخرين حتى ادريس دبي ذاته متهم انه هو قاعد يقرب عرب ده عرب كات في 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 حكمه ده، يعني متهم من اخرين من التامة من الوداي اللي هو البرقو وما عارف عندك ال 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 القرآن وغيره. يبقى يا اخي اي زول من حقه كجاتي عربي غير عربي من حقه يمشي يتكلم عن قضيته دي وما تجيب فيديوهات وتقول لا لا الذين هاجوا من وين وما عارف وغيره وغيره. اذا كان متهمين حميتي ده زول ناس وهسه معاه محمد كاكا ده وهو ذاته ومتحالف وداعم ناس ادريس دبي وداعمين الصفقه كلها اللي قاعدين ادريس دبي وحميتي وقاموا ووقعوا وقايمين. اذا دارين ذاته تردم حميتي ده يا اخي مبروك عليك اردم حميتي اردم دبي، لكن المكونات ذنبها شنو؟ يعني لو جيت حمدتي ده اجرد حساب شوفوا استهدف منو في دارفور، الناس اللي سحب منهم سلاح منو سحب كل المواتر اللي تم احراقها من زمن عمر البشير عربات ومواتر وغيره تم تجريد من السلاح هم عرب دارفور. اتحداكم جيبوا لي قبيله واحده شالوا سلاح الدعم السريع ده شال سلاحه حرق لها موتر شال منها عربيات شال منها سلاح كله كان مستهدف عرب دارفور، الان خلاهم عزل قاعدين كده ساكت. الدليل لانه هو الدعم السريع قام اللي استخدمه عمر البشير وغيره من الدولة العميقة يعني جردوا السلاح من كل عرب دارفور حرقوا منهم مواتر بل آلاف، وكنتوا قاعدين تشوفوها قاعدين نعرضها لكم هنا، شالوا منهم أي عربية دفع رباعي، ناس قاعدين في الخلا مساكين ما عندهم أي حاجة خلاهم قاعدين ساي، مع إنه الوضع دي أرض متحركة ومتداخلة ناس بتمشي من كات وبتجي ومارقة وعربات خاشة وعربات داخلة ومعارضات وغيره وغيره. تمام، يبقى ما في زول يجي يتكلم على انه الدعم السريع ده عمل سبورت لاي جهه عربيه، لان بالادله الان منذ 2017 2015 16 اسس كان المستهدف وبيحرقوا وشيلوا اموالهم وبيشيلوا غيرهم عرب دارفور، ودي بالادله موجوده ويمكن نجيب لكم فيديوهات واي زول عمل بحث هنا بيشوف كم موتر حرق وكم عربيه شالت وغيره. يبقى قصه اسمه شنو الدمج بتاعت انه يا اخي خلق فتنه اللي هي هسه ماشيه بيها الخط بتاع العنصريين ده العنصريين والدولة العميقة نفسها الآن شغالين إنه يا أخي عنصريين الناس جابوهم لنا جداد. الثورة دي طبعا حملت وفرخت ناس أمنية جداد، يعني ناس أنجبتهم الثورة. أنا قبل اليوم اتكلمت عنهم، أنت لو داير تعرف زول ثوري مجرد ما ظهر لك أمشي أفحصه أرجع له 10 سنة تلقى دفاع شعبي يا ما بعرف جهاز امني ومخابرات يا ما عارف احتياطي، الناس بيجوا دي ناس كسلة ناس منوم دي ارجع شوفهم او هم ما فيهم خالص في الساحه بتاعت الثوار ولا النضال ولا غيره. الثوره دي حملت سفاحا وجابتهم هم ظهروا لنا السنه اللي فاتت دي بس او من سنه، ديل امنيه بتاع الدوله عميقه شغالين باسم قبائل افريقيه من اهلنا في دارفور او القير عرب في دارفور، شغالين بانه امشي اتسلح اقتل عربي نحن دارين نتحالف زرقاء غير ده كلهم دولة عميقة والعامل لهم سبورت. شوفوا اللايفاتية من ناس الدولة العميقة من الشمال، الناس دي الأمنية بتاع الدولة العميقة هم دارين يرجعوا المربع الأول اللي هو زرقاء وعرب اللي هم كان قدروا عبرها خلوا الناس دي اعتركوا هنا ودعموا ديل ودعموا ديل. لو ملاحظين حركات دارفور اللي كانت جزء قام منها كان حركة إسلامية والناس جزء من العرب اللي هم كان في الطرف الثاني برضو فيهم الحركة الإسلامية قامت لعبت استفادت من الطرفين دي قامت عملت فتنة بين الاثنين وبالتالي حصل. بالمناسبة حركات دي ارتكبت جرائم ضد عرب دارفور، اجتاحت مناطق اغتصبت غير وغير وغير، دخل آخرين اتشجعوا في انه يدافعوا عن نفسه. نفس الكلام ده هسي الآن ماشي يتعاد، سلح اقتل تعالوا نتحالفوا ما عارف جيب لنا هسي الآن شايفين يا اخي جيم ده في في في, في كات. قول بين خلينا من قرعان وكده قول بين عرب وزغاوة، يبقى دخل المساليب دخل الفور في الموضوع ده شنو؟ انت الليله مساله تعال نتحالف ما عارف يجي عربات من وين طالعه ماشيه بتدعم وين؟ يبقى انت الجيم ده عندك فيه شنو كده؟ بس نسالك انت سؤال العنصر الاخر اللي بتجي تعمل تحالف بتاع زرقاء عشان تكتب لك عربي قاعد معاك هنا بسبب انه انت عندك فكره انه ديل ماشيين وما عارف اللي مش يقتلوا
اقتلوا يحرروا معارف تشاد ولا معارف حرروها من مين وكلام ما عنده اي قيمه. انت دخلك شنو في الجيم ده؟ خلي عرب ده وزغاوي يدقوا في تشاد دي ولا يدقوا في اي مكان، اذا اصلا هي الحرب قبليه بين في صراع حكم بين عرب وغير عرب، خليهم يقاتلوا. انت يا مزلات ويا فورا ولا غيره من القبائل التانية، لسه ناس بيجوا ديل يعني، ناس احمد كسله ومعارف بيشو قيامه رابطه ديك، انتوا مصلحتكم شنو يعني في الموضوع ده؟ الجيم ده عندكم فيه شنو؟ ويعني قول شنو حكم مثلا اكس من الناس في كات ولا غيره وبدون اي ادله، بس تعالوا شيلوا امشي الكلام ده ليه؟ لان بيجي وبيدعموا لايفاتيه من اخرين.